سيدنا محمد أجمعين. إن شاء الله إنه إحنا تكون لسه في بالنا الهايبوثيروديزم. إن شاء الله أنا هخلص البحث كله بعدين، يعني أعمل مثل ريفيو مجموعة أسئلة نزلكم إياها على المجموعة. فنحن بس مشان نحن شوي نتذكر ولو تذكر بسيط، إنه بالهايبوثيروديزم لما بنحلل هرمونات الغدة اللي هي TSH وال FT4 أو FT3، شو اللي بيكون طالع شو اللي بيكون نازل، شو هي الموجودات يعني؟ بس هيك سؤال بسيط، مين بيقدر يجاوبني؟ TSH بيكون طالع والT4 نازل بشكل أساسي يعني هاي الغدية. نعم نعم تمام تمام تمام. الثاني والاثنين طبعا تمام. طبعا السب كلينيكال اللي تحت السريره ممكن فقط التي اس اتش يكون طالع وبنسبه بسيطه تقريبا تحت العشرة، وما في اعراض واضحه، مشان هيك بنسموه سب كلينيكال. هاي بس للتذكره. طيب نحن هلا نحن كنا عم نحكي على الهايبو، هلا بنحكي على الهايبر. فمثل ما قلنا احنا بشكل منطقي او لوجيك بالهايبر فرط نشاط، فرط نشاط الغده، الغده هي تفرز هرمون التيروكسين. ففي حال فرط النشاط نحن اوتوماتيكي حنتخيل انه او حنعرف انه ال FT4 هو اللي حيكون مرتفع، FT4 FT3 حيكون مرتفع، فبالتالي ال TSH حيكون منخفض، حيكون نازل، عكس تقريبا الهايبو، عكس الهايبو. اذا بالهايبر تيروديزم فرط نشاط الغده الدرقيه، ثواني ما بس ايوه تمام. هايبر تيروديزم لو تي اس اتش اند هاي تي 4، لو تي اس اتش اند هاي تي 4. عم بيقولوا لنا انه الفيميل للميل يعني نسبه النساء الى الرجال 8 ل 1. طبعا هذا بدلنا على انه انتشار نسبه انتشار الغده الدرقيه عند النساء اعلى بكثير من الرجال، تخيلوا 8 ل 1. طبعا هني عم يقولوا عندنا تي اس اتش لو، اي مريضه او مريض حللنا له طلع عنده تي اس اتش لو. فطبعا السبب الاول اللي بيخطر لبالنا هو الهايبرثيرويدزم، ولكن عم يقولوا لنا انه في نون ثايرويدال إلنس، يعني ممكن امراض اخرى احيانا تسبب تي اس اتش، احيانا المرض العام، احيانا انفلونزا، احيانا يعني ممكن اذا ما كان في عندنا اعراض واضحه واذا ما كان الاف تي 4 عالي انه ما يكون دائما انخفاض التي اس اتش هو مؤشر على الهايبر. كمان عم يقولوا لنا انه بالايرلي بريجننسي في بدايه الحمل ممكن نلاقي التي اس اتش منخفض، هذا لازم ننتبه له. بعض الادويه مثل الدوبامين، الكورتيزون، الاميودارون، بعض الاعشاب، البيوتين اللي هو احد انواع فيتامين بي، كلياتها ممكن تسبب انخفاض بالتي اس اتش. الستروما اوفري اوفريه بسموها ستروما اوفريه، طبعا هذا نوع من انواع اورام المبيض التيراتوما، لكن ما بسموه ستروما اوفري الا لما يكون اكثر من 50% من مكونات، طبعا انتم بتعرفوا التيراتوما بيكون في عده انسجه يعني، فلازم يكون اكثر من 50% منه من مكوناته هي نفس خلايا الغده الدرقيه، وقتها بسموها ستروما اوفري، يعني كانه في جويتر في الـ في الـ في المبيض او ورم غده درقي في المبيض. طبعا في هالحاله بيكون التي اس اتش لو، لانه بيكون هذا هذه الخلايا الموجوده في المبيض عم تفرز التي 4، فبالتالي عم تعمل تلقيم راجع فبصير التي اس اتش نازل. اذا ما هي عوامل الخطوره انه يكون انسان عنده هايبر ثيرويدزم فرط نشاط غده درقيه؟ طبعا واضح من النسبه انه الفيميل لوحدها هي كونها فيميل فبكون هذا ريسك فاكتور، كل ما تقدم في العمر بصير اضطرابات هرمونيه، بتصير تعرض لامراض مختلفه فبصير في كمان خطوره. لقوا انه العرق الاسود البلاك ريس اكثر تعرض واصابه بهذا المرض، انخفاض الايودين انتيك تمام، وبتلاحظوا بالريسك الاخير او بالفاكتور الاخير انجستشن اوف ايودين كونتيننج دراج، يعني انخفاض اخذ الايودين او اخذ بعض الادويه اللي هي فيها ايودين مثل الاميودارون، يعني الحقيقه اضطراب اخذه او نقصه، زياده او نقص بالايودين ممكن يسبب. بيرسونال اور فاميلي هيستوري اوف ثايرويد ديزيز، اذا الشخص نفسه عنده مرض بالغده
مثلا في عنده عقدي، في عنده ضخامي، في اين عنده اي مرض هو نفسه او في العائله، فهذا بيكون ريسك بالنسبه له، خطوره على انه عامل خطوره على انه يصاب بفرط نشاط غده الدرقيه. شو هي الاسباب؟ عم اقول انه احيانا السب كلينيكال هايبوثيرويديزم ممكن بعدين تتحول لهايبر جريف ديزيز، ثايرويدايتس التهاب الغده الدرقيه نفسها، سب اكيوت جرانيولوماتوس ديكورفان بنسميه، كمان يعتبر نوع من انواع التهاب الغده وبيكون مؤلم. الثايرويدايتس غير الديكورفان بيكون غير مؤلم، اما الجرانيولوماتوس اللي هو ديكورفان هذا بيكون مؤلم، عشان هيك عاده بيميزوا بين المؤلم واللا مؤلم. الجويتر مثل ما قلنا لما بيكون في الجويتر طبعا هي ضخامه العده الدرقيه، يمكن نسميها السلعه الدرقيه، السلعه تكون ضخمه الغده متضخمه حجمها غير طبيعي، ممكن يكون فيها عقد وممكن تكون بدون عقد، فقط النسيج نفسه متضخم حجم الغده كبراني. اذا كان فيها عقد بنسميها متعدده العقد multiple nodule goiter. فالجويتر مجرد وجود جويتر هذا ممكن يسبب بعدين يعني ننتقل لمرحله الهايبرثايرويدزم. function thyroid nodule ممكن يكون multiple أو توكسيك أدينوما، الغدة بنلاقي فيها عقد وهي العقد ممكن تكون عم تفرز يعني هات، وإذا كانت عقدة وحدة فممكن تكون أدينوما يعني ورم أدينوما في الغدة نفسها. إكسترا ثايرويدال إكسبوجر يعني ممكن صار في عنده فرط نشاط أو عنده فرط نشاط لأنه عم ياخذ ثايرويد أكثر من اللازم. Metastatic thyroid cancer طبعا نقائل سرطان الغدة الدرقية. Hyperemesis gravidarum اللي هي الإقياءات الحملية، يعني الإقياءات الحملية الصباحية إذا كانت شديدة فممكن أن تكون أحد أسباب الهايبرثيرويدزم. المريض طبعا إحنا سبحان الله إذا حطينا الهايبو بنلاقي هذه تقريبا عكسها يعني هنيك في عنا زيادة وزن نقص شهية، هون في عنا زيادة وزن وزيادة شهية، نقص وزن مع زيادة شهية، طبعا هذا يعني متناقضين، عادة الإنسان لما بياكل بزيد شهيته بياكل كتير فبزيد وزنه، بينما بالفرط من النشاط طبعا في عنا تيروكسين كتير في عنا حرق كتير، فالمريض بصير بياكل لكن وزنه ما عم بيزيد لأنه في عنا حرق شديد. الإحساس بالهايبو بالبرودة هون الإحساس بالحرارة، التعرق، القلق، الرجفان، تسرع القلب، تباعد الدورة أو نقص الدم الطمسي، الريجولر كمان تكون غالبا غير منتظمة، الجويتر وجود السلعة الدرقية، الإحساس بالتعب فتيق إنسومنيا ما بيقدر ينام، كل ما بيجي بده ينام بحس جسمه عم ينفض أو هو قلبه متصرف عنده طاقة، صداع الهدك وديزنيا اون اكسيرشن يعني في بضيق نفسه عند اي جهد بضيق نفسه في 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 لود على القلب. نعم شو الاشياء اللي بنطلبها؟ تي اس اتش تي 3 اند تي 4 اذر بلاد تيست لايك سي بي سي، كمان ممكن نطلب اشياء ثانيه مشان مثل ما قلنا نستبعد اذا كان في اسباب خارج الغده الدرقيه، سي بي سي الصوره الكامله للدم، رينال بروفايل، كلي اند اذر اوتو اميون سكرينز، كمان بنعمل بعض التحاليل اللي هي ممكن تدلنا اذا كان في مشكله مناعيه اذا كنا شاكين بهذا الامر. طبعا في لوغاريزم. طيب هلا احنا اجانا مريض عنده اعراض فرط نشاط الغدة الدرقية والسيمتومز كمان. عندنا لاحظوا المربع الأول لو تي اس اتش ليفل، التي اس اتش منخفض والاف تي 4 مرتفع أو تقريبا على الطبيعي. وعنده أعراض، نحن أصلا طلبنا له لأنه عنده أعراض. فلقينا التي اس اتش منخفض، دائما يا جماعة بالهايبو وبالهايبر التي اس اتش هو الأساس، التي اس اتش هو الأساس. فنحن بهالحالة اتأكد تقريبا شكنا أو تشخيصنا لفرط نشاط غدة الدرقية. طب شو الخطوة التالية؟ راديو أكتيف أيودين أبتيك and scan of the thyroid gland، مباشرة نعمل أشعة باليود المشع، نعمل مسح للغدة الدرقية مع اليود المشع. تمام؟
في هالحالة في عندنا ممكن تطلع لنا نتيجتين، يعني أنت قلت له المريض روح سوي الأشعة الراديو أكتب أيودين أبتيك إسكان تعال عندي، إجاك التقرير ممكن يكون جايك لو أبتيك، ما في الغدة ما أنا أخذ الأيودين المشع. طيب معناته منين هذا الـ TSH نازل والـ FT4 مرتفع؟ أحياناً بيكون في التهاب بالغدة الدرقية ولكن كأنه انتهى الالتهاب، يعني هلأ حالياً الغدة ما أنا عم تفرز شيء ولا فيها شيء، أو الانفلاميشن تبعه عم يفرز FT4 لكنه خفيف ما هو شديد، أو إكتوبيك ثايرويد هرمون، يعني في عندنا مثل ما حكينا على الستروما أوفرية اللي هي الورم خارج الغدة، في أورام خارج الغدة هي عم تفرز، الغدة ما أنا عم تفرز شيء، فمشان هيك ما أنا عم تأخذ، ما حد استقطب اليود المشاع. أو جاك تقرير عم يقول لك في عندك الغدة الدرقية تقريبا كلها مشعة هاي أبتيك، بعد ما عطينا اليود المشع للمريض ورحنا عملنا له سكان لقينا الغدة عم تضوي ضوي. ففي عندك كمان حالتين ممكن يكونوا هوموجينوس راديو أكتيف أيودين ديستريبيوشن، يعني الأيودين موزع على كامل الغدة الدرقية، أو على شكل نودولار على شكل عقد، وهي العقد إما يعني مش كل الغدة عم تضوي، مش كل الغدة راديو أكتيف، بقع فممكن تكون بقعة وحدة single area of accumulation، وهون منقول هذا على الأغلب توكسيك أدينوما، يعني في عنا ورم أدينوما ورم غدي قاعد في منطقة وحدة هو مستقطب استقطب هاليود المشع، فهو اللي عم يسبب لنا المشكلة. أو منلاقي multiple areas of accumulation، يعني تركز المادة المشعة وترسبها في مجموعة عقد متعددة، فهون منسميه توكسيك ملتي نوديولار جويتر، في عنا سلعة متعددة العقد سمية، يعني فيها نشاط فيها إفراز. هذا معناته إذا مريض عنده أعراض وإجينا لقينا الـ TSH low وشكينا وعملنا سكان شو هو الطريق اللي نحن بنمشي فيه. طيب إذا كان الـ TSH مرتفع الـ TSH elevated الـ TSH و elevated الـ FT4 اثنيناتهم مرتفعين، فهون منقول انه على الاغلب في عندنا مشكله بالبيتيوتري ادينوما، في عندنا بيتيوتري ادينوما هي اللي عم تفرز تي اس اتش، والاف تي 4 كمان عم يرتفع يعني عم يستجيب، ما في عندنا نقص نشاط. يعني شايف هون وانا عم اقول لك اما يكون عندك لو تي اس اتش او هاي تي اس اتش، لو تي اس اتش او هاي تي اس اتش، الاف تي 4 نورمال او طبيعي او مرتفع، الاف تي 4 كمان مرتفع مع تي اس اتش، معناته اذا كان عندنا بالغده النخاميه في عندنا ادينوما بزيد افراز التي اس اتش وبنفس الوقت بزيد افراز الاف تي 4. اي سؤال؟ ترى هذا المخطط مهم وحلو، يعني وجهنا تماما انا كطبيب شو لازم اعمل، طب لما تطلع عندي النتيجه شو لازم اعمل. هاي المخططات التعليميه كثير مهمه، بتختصر يعني عليك انك انت تبحث بين السطور. طيب هلا بشكل عام فرط نشاط الغده الدرقيه، هون عم يحكوا اكثر شيء على جريفز لانه جريفز هو اكثر مرض. يعني دكتور لو سمحتي قبل الانتقال معليش تفضل طرب الجدول تي اس اتش اللي ناجم عن الورم بالغده مرتفع التي اس اتش وتي 4 شو بيفرق الارتفاع هون عن الارتفاع يعني الهايبر ثايرويدزم الطبيعي والورمي؟ شو بنميزهم بالتحليل يعني الارقام؟ هون عندك التي اس اتش مرتفع ما هو نازل، معناته بتروح راسا للغده النخاميه. لما بيكون عندك التي اس اتش مرتفع، نعم انا وياك خلينا نفكر، عملنا تحليل لمريض لقينا التي اس اتش مرتفع، تمام؟ تمام. هلا نحن التي اس اتش بيرتفع في حال كان في نقص نشاط الغده الدرقيه، نعم. فبالتالي انت لازم تلاقي الـ FT4 نازل، ما عندك نشاط نازل، تمام؟ لقيته مرتفع. اذا انت لقيته مرتفع، هذا مرتفع وهذا مرتفع، معناته المشكله مش من الغده، وين المشكله؟ النخامي، مش من الغده الدرقيه، بالغده النخامي. نخامي، شكرا دكتور. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. طيب قلنا داء جريفز هو أشهر مرض يعني بينتج عنه الهايبرثايرويدزم، فعم أقوله كمانجمنت ماذا نعطي؟ نعطي أنتي ثايرويد ميديكيشن،
غالباً غالباً طبيب الأسرة ما بيبدأ بهذه الأدوية. غالباً طبيب الغدد هو اللي بيبدأ، بس ما في مانع بعدين المريض طبيب الأسرة يتابع بالتحاليل. لكن نحن بشكل عام أنا ما بعرف، بس لكن في نحن على مستوى المملكي الهايبر حصراً بيتابع عند طبيب الغدد عكس الهايبو. فما هي الأدوية؟ الميثيمازول أو البي تي يو. طبعا هون عم نقولنا الميثيمازول سيفر ذان البي تي يو، أكثر أمانا يعني أقل أعراض جانبية. إلا مثلا نحن بتعرفوا بالحمل بثلاث شهور الأولى بنحفظ نبدأ بالبي تي يو، لازم طبيب الغدد يبدأ بالبي تي يو. حتى إذا كانت المريضة عم تاخذ الميثيمازول وحملت أو هي عم تخطط للحمل مباشرة بحولها على البي تي يو. طبعا في عنا نعطي أدوية الدوايين اللي احنا ذكرناهم، او يعالج المريضه بالايودين المشع الاي 131. تيجي دوز عالي من الاشعه للغده فبيقضي على الخلايا، ولكن طبعا هذا هلا بنشوف انه ممكن يكون له سايد افكت اللي هي الهايبو، واحيانا لا بيعالج هاي الهجمه من الهايبر وبتصير سواء درقي بعدين، او ممكن يصير في علاج سيرودكتومي يعني استئصال الغدة، وهذا غير شائع إلا إذا كانت في مثل ما قلنا الغدة عادة بالأورام. طيب في أدوية تانية بنعطي بياخدها مريض الفرط نشاط؟ نعم في أدوية اللي هي بتساعده على ضبط الأعراض، البيتا بلوكرز مشان البالبيتيشن، مشان تسرع القلب، مشان التريمر تساعده شوي. ممكن نعطي أتينولول 25% مرة واحدة في اليوم، ممكن نعطي بروبرنولول، وأنا بشوف كثير بفضلوا عادة الأطباء بفضلوا بروبرنولول لأنه هو سيلكتيف يعني بيمشي مع القلب أكثر، من 10 ل 40 ميلي جرام ثلاث مرات في اليوم. طبعا ما بنعطي في أنواع مديدي التأثير، في أنواع مباشرة التأثير عادة بما أنه ثلاث مرات فبيعطوه الإيميديت ريليز. طبعا هون رجع مرة ثانية عم يحكوا على الإيميدازول والبي تي يو، قايلين البي تي يو سيكند لاين ما عدا بالثلث الاول من الحمل، والراديو اكتيف ايودين. الانسيلري ايجنت يعني في بعض الادويه او الاشياء بتكون مساعده مثل النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، مثل جلوكوكورتيكوستيرويد، الكوليستيرامين لانه بعض المرضى بيسبب لهم مشكله في فرط افراز الاملاح الصفراويه او حتى حكي، او سوبر ساتوريتد بوتاسيوم ايودين. ما عرفت والله انا لقيته بس مكتوب بالاب تو ديت، ما عرفت شو تركيب ليش بيعطوه، ممكن نبحث عنه، انا كنت حاطه ببالي بدي ابحث عنه بس شكلي راح بين السطور. في احد عنده فكره؟ ما أعرف أنا ليش بيعطي. طيب في أي سؤال إلى هنا على فرط النشاط؟ عفوا دكتورة بالنسبة كاتبين هون بالنسبة للعلاجات العرضية اللي الأتينولول أو البروبرانولول. تمام. نعم. أنا بتوقع إنه الأتينولول بجرعة بين 25% هذا غالباً بينعطى إذا كان فيه بالإضافة للأعراض غريفز كمان في ارتفاع بالضغط. تمام. البروبرانولول غالباً إذا كان في تسرع بضربات القلب أو بالبيتيشن. تمام. لأنه سيلكتيف للقلب. نعم هذا الكلام. بالنسبة للثاني اللي هو بتقولي أنسيلاري إيجنت اللي هو سوبر ساتوريتد بوتاسيوم أيودين، لانه اتوقع انه هو الايود نفسه الماده البوتاسيوم او الايود البوتاسي بيساعد انه يخفف من النشاط الزائد للغده الدرقيه، فرط نشاط الغده الدرقيه. نعم. تمام. يعني هو عنصر مساعد بس انا اليته ما عرفت كيف اليته البوتاسيوم. نعم. يعني بهمنا انه نحن نعرف انه في ادويه مضاده للدرق، في أدوية بتساعد على ضبط الأعراض. بهمنا مثل ما قلنا أنه بالحمل نعرف أنه البي تي يو هو، لأنه ممكن تجيك أنت كطبيب أسرة مريضة حامل بتاخد دواء أو بدها تحمل عندها بلان يعني، فممكن تستشيرك، فلازم أنت تكون عارف أنه لازم هي تحول على البي تي يو إذا بدها تحمل.
طبعا سهل ان احنا نحفظ البي تي بي تي يو كونه هذا بي هذا بي بريجنسي مثلا، نحن بنقول بالانجليزي بي بي يعني، تمام. هذا بسهل انه البي تي يو مع البريجنسي. ثواني بس خليكم معي، صار عندي بس لحظه مشكله بال دكتورة. دكتورة لو سمحتي، نعم المدة اللي مدة اللي المرأة اللي بدها تحمل كم المدة اللي تقطع قبل الحمل، تقطع ونحول على البي تي يو؟ والله ما عندي فكرة، ممكن نبحث عنه، ما عندي فكرة. طيب يعطيك نعم. هي لأنه بس شو بصير مثلا السيدة بتقول أنا مثلا كنت عم باخذ موانع الحمل وأنا تركته من هذا الشهر لأني عندي بلانينج إني أحمل مثلا، تمام؟ فنحن مباشرة نبدأ بناخذ منها، بتقول أعطوني النصائح، فبنبدأ بناخذ منها قصة مرضية. بالنسبة للغدة الدرقية تحديدا، طبعا نحن بنعرف إحنا بنبدأ على فوليك أسيد وبنشوف إذا عندها أمراض أخرى وبنوجهها مثلا للسكر إلى آخره، ولكن إذا كان عندها فرط نشاط الغدة الدرقية إحنا أنا بالنسبة لي مباشرة بقول لها إنه إحنا حنغير الدواء، أو بتواصل كونه نحن ما بنقدر تنشيت يعني ما بنقدر حتى نغير بين دواء ودواء، ولكن ممكن انا اتواصل مع طبيبه العلاج تبع الغده الدرقيه واقول له انه المريضه بدها تحمل، فاذا ممكن تدخلنا او نغير للدواء، او ممكن اعمل لها موعد يعني قريب معاه عشان اقول لها حاولي ما يصير في حمل لحتى تتواصلي معاه مشان يحول لها على البي تي يو. طبعا البي تي يو هو بروبي تيو يوريسي. شكرا دكتوره. شكرا. تمام. شكرا دكتوره. طيب احنا هلا ننتقل من الهايبر، خلصنا الهايبو والهايبر، هلا ننتقل للعقده. العقده يعني مريض غالبا بيجي مكتشف عرضيا او حاسس انه في شيء برقبته، او احيانا بقول بس انا حاسس في ضغط ما انا منتبه انه في شيء برقبته، او احيانا الفحص العرضي للرقبه فمن منتبه بنلاقي فيه تورم بجهه ما بالغده الدرقيه. طبعا فيري كومون شائع كمان بالرجال، بالنساء اكثر من 40 سنه بيكون شائع اكثر. غالبا كمان ممكن نلاقيه لما بيكون عم يعملوا سيت سكان للرقبه بسبب اي سبب اخر مثلا، فممكن يلاقوه عرضيا. غالبيته بناين، غالبيه العقد الموجوده في الغده الدرقيه بناين، لكن 5% منها بتكون خبيثه مالجنسي. هات موديول العقدة تكون إما باردة أو حارة. العقدة الحارة hyper functioning يعني بيكون فيها فرط نشاط نشيطة low likelihood of malignancy، يعني بتكون أقل اشتباها إنه تكون هي سليمة إنه خبيثة عفوا. طالما هي hyper معناته، والhyper يعني النشاط والإفراز هو من طبيعة الغدة من طبيعتها، فمشان هيك غالبا بتكون نورمال، غالبا بتكون نورمال، لكن ما بيمنع انه تكون فيها مالجنسي، لكن عكس الكولد نوديول بتكون اكثر ميل انه تكون خبيثه. طيب ايش الانفستيجيشن اللي بنعملها؟ يعني جاك مريض اكتشفت انت بالتقرير بشكل تقرير اشعه بشكل عرضي، او فحصته، او هو حاسس فيها ولقيت في بالفعل في عقده. فهون عم بيقولوا انه انت ابدا مع التي اس اتش، سوي TSH and thyroid ultrasound. هذا المريض إجاك قال لك يا دكتور أنا إيش سوي بهذه الحالة، أنا عندي عقدة، أو أنت اكتشفت. أنت لازم تعرف أنه في محورين لازم تمشي فيهم، لازم تعمل تحليل TSH ولازم تطلب أشعة صوتية للغدة الدرقية. In all patient with a thyroid nodule، كل مريض يأتي معه عقدة في الغدة الدرقية لازم في مسارين تحليل أشعة. If TSH is low do RAI scan، عمل السكان اللي هو الايودين ابتيك، تمام. اذا كانت اف هات نوديول معناته لو لايكليهود اوف مالجنسي، دونت دو اف ان اي. عم بقول لك ما في داعي تعمل اف ان اي اذا كانت حاره. اذا كانت كولد اف ان اي از انديكيتد، مطلوبه تو رول اوت مالجنسي حتى نستبعد الخباثه. هذا في حال كان TSH نازل، TSH نازل. هلا if TSH is normal or high and suspicious finding on ultrasound مباشرة do عمل FNA. TSH normal طبيعي
أو مرتفع، نورمال أو مرتفع. والموجودات قال لك الأخصائي تبع الأشعة إنه عقدي مشبوهة، غالبا بقوله فاسكولاريتي، يعني بتكون فيها الخلايا الأوعية الدموية حولها أكتف كتير، مختلفة عن بقية النسيج، مختلفة بطبيعتها. فمباشرة نروح للإف إن إيه، رأسا نعمل الإف إن إيه فاين نيدل أسبيريشن، فاين نيدل أسبيريشن اللي هي بياخدوا في إفرازات أو مادة صغيرة عن طريق الإبرة، وغالبا هاي بيعملوها بالأشعة تحت الأشعة، يعني طبيب بيعمل أشعة وبفوت بنفس الوقت الإبرة مشان يسحب كمية أو أنسجة من هاي العقدة ويحللها. If no suspicious finding، طيب إحنا أنا طلع عندي TSH طبيعي أو مرتفع، ولكن الأشعة عم يقول لي الأخصائي إنه العقدة ما أنا مشتبهة، ما في vascularity، ما في أوعية دموية، ما بتدل على إنه في خباثة، ولكن TSH عندي يا مانو منخفض، يعني طبيعي أو مرتفع. هون بهالحالة في عنا عنصرين بدنا ننظر لهم، عمر المريض وحجم الغدة العقدة، عمر المريض وحجم العقدة. إذا كان المريض أقل من 35 سنة والعقدة أقل من 1 سنتيمتر ما في داعي نعمل شيء، إذا كانت أكثر من سنتيمتر لازم نعمل شيء. إذا كان المريض عمره أكثر من 35 والعقدة تحت الواحد ونص ما بنعمل شيء، أكثر من الواحد ونص بدنا نعمل عقدة، بدنا نعمل خزعة أفني، يعني سحب بالإبرة. تمام؟ في عنا نقطتين، لاحظوا أنه كل ما كبر العمر، إذا كان المريض تحت 35 تحت 35 بدنا نطلع على حجم الغدة، إذا تحت الواحد سنت ما بنعمل شيء، أكثر من الواحد سنت نعم. إذا كان فوق ال 35 سنة والعقدي تحت الواحد ونص ما بنعمل، فوق الواحد ونص بنعمل. يعني أنتوا هون كنت تحفظوا 35 واحد واحد، أقل من 35 أكثر من 35، واحد واحد، واحد ونص، واحد ونص. تمام؟ ما هي صعبة، حطوا ببالكم نحن قلنا كل ما تقدم العمر بزيد الخطورة دائما، فالعمر مشان هيك العمر مهم، هون حاطين عمر 35 سنة. واحد سنتيمتر في الحالة الأولى لما بيكون أقل ما بنعمل شيء، أكثر من واحد بنعمل. في المريض صار عمره أكثر من 35 سنة العقدة تحت الواحد ونص ما بنعمل، أكثر من واحد ونص ما بنعمل عفوا فين إيه. تمام دكتورة، إذا العقدة واحدة واحد ونص والمريض تحت 35 خلص أكثر من واحد سنتيمتر بنعمل، نعمل إجبارية. شكرا. تمام نغض النظر عن، يعني نغض النظر عن العمر بالحاله. ايه تمام. ايه لانه هو قال لك تحت ال 35 اكثر من واحد بدك تعمل، فما بالك لو صار واحد ونص. نعم طيب شكرا دكتور. تمام واضحه؟ واضحه دكتور. طيب اذا جيت لهون بنرجع شوي قبل ما نكمل. اذا جانا مريض واكتشفنا عرضيا او بالفحص انه في عنده عقدي في الغدة الدرقية، غالبا بالجس وجدنا في عقدي، غالبا هي موجودة بالغدة الدرقية، شو بنعمل؟ مين بيجاوب؟ جاك مريض أو مريضة في عنده عقدي بالفحص أو عن طريق اكسيدنتلي اكتشفوا أنه في عقدي في الغدة الدرقية، شو بنعمل؟ مين بيجاوب؟ مين مركز معنا؟ دكتورة نعمل TSH ونعمل الأشعة، يعني تمام هي هذا هو اللي بدنا نحن نركز عليه، إنه لابد من مسارين، بدنا نعمل TSH وبدنا نعمل أشعة، لأنه لاحظوا كل الخطوات الثانية مرتبطة على TSH وعلى الأشعة. رح أرجع لكم إياه. Start TSH and thyroid ultrasound. مباشرة قال لك إذا TSH لو، إذا TSH لو أعمل سكان مباشرة، أعمل سكان مباشرة، أعطيها أيودين مشع وأعمل لها أشعة صوتية سكان مسح مشان تعرف إذا كانت حارة ولا باردة، إذا كانت حارة ولا باردة، إذا كانت حارة وما في أي شيء خلص ما تعمل شيء، هاي عقدة وظيفية يعني هي أكتف بس فقط. إذا كانت باردة
تمام؟ وبدك تبدأ بقى تشوف تمشي إذا كان normal or high وفي suspicious بالأشعة الصوتية ما نعمل فيه. إذا ما في suspicious شو بدنا نعتمد؟ نحن قلنا إذا كان normal أو high TSH والأشعة مخيفة شوي بدنا نعمل اثنين. طب إذا ما كانت مخيفة بدنا نعتمد على عمر المريض وحجم الأختي، عمر المريض وحجم الأختي. هذا الجدول تماما نفس الكلام اللي أنا حكيته، لاحظوا حاطين نفس شلون نبدأ من فوق بالـ TSH low high الألترا ساوند، بعدين إذا كانت حارة وحجم وعمر المريض. ممكن تحتفظوا في هذا بوجهكم كمان. طيب management benign nodules إذا كان في عنا عقد سليمي observe if asymptomatic and confirmed to be benign. مريض أو مريضة عنده عقد في الغدة الدرقية سليمة ما فيها شيء، معناته فقط مراقبة. عادة بعيدوا الأشعة الصوتية كل 6 شهور إلى سنة. في بعض الحالات، في بعض الحالات بيعطوا T4 تيروكسين بحيث أنه يخفف هالعقد، لكن effective بال50% فقط. Surgical excision can be considered. بعض الناس بيكون عندهم سلعة درقية تعددت العقد ولكنها سليمة لكنها مزعجة، عم تضغط، عم بتضايق أثناء النوم أثناء البلع، فممكن يعملوا لها عمل جراحي. هي إذا كانت طبعا بناين. إذا كان في malignancy من المؤكد total serodectomy followed by RAAI operation، مثل ما حكينا المرة الماضية عملية استئصال الغدة الدرقية كاملة. طبعا أحيانا بشيل العقد اللمفاوية التابعة وبيحللوا الحواف إلى آخره، وبعدين بيعطوا اليود المشع. تمام. Markers such as thyroglobulin and calcitonin للmedullary carcinoma only can be used to monitor for recurrence. يعني نحن المريض استئصلنا له عطانا يود مشع، ففي عندنا تحاليل اذا نحن بدنا نتابع المريض غالبا او طبعا الطبيب المشرف على علاجه، الثيروغلوبولين والكاسيتونين بتابعهم اثنيناتهم بشوف مستوياتهم. اذا ارتفعت بخاف، دليل على انه في عوده للخباثه مره اخرى. For low risk cases with very small nodules أقل من 1 سنتيمتر lobectomy يعني إنه يستأصلوا الفص فقط can be considered. في بعض الحالات يعني كانت الريسك فيها منخفض والعقدي الخبيثي أقل من 1 سنتيمتر ممكن يستأصلوا الفص اللي موجود في الغدي، ممكن يؤخذ في عين الاعتبار. هلا حندخل على مرحله انه في عندنا مريضه عندها ثايرويد بروبلم بالذات الهايبو مع الحمل. مع الحمل جتنا حامل وعندها ثايرويد او اثناء الحمل او بدايه الحمل اكتشفنا انه عندها مشكله في الغده الدرقيه، ولا سيما طبعا هون التركيز على الهايبو. قبل ما نبدا في اي سؤال على المواضيع السابقه؟ طيب بسم الله. لازم نحط ببالنا طبيب الأسرة كثير مهم يعرف إنه TSH goal بالبريجنسي أقل من 3، أقل من 3. طبعاً نحن بنعرف إنه 4.2، 4.200 بغير الحمل. الحمل أقل من 3، لازم نحافظ عليه أقل من 3. Levothyroxine is indicated for subclinical hypothyroid with positive thyroid peroxide antibodies. حامل أو بدها تحمل وعندها sub clinical يعني TSH high تحت العشرة ولكن ال FT4 طبيعي، بنعمل لها الثايرويد بيروكسيد انتيبوديز، اذا كانت بوزيتيف بيعالجه مباشرة. طيب امرأة women already on levothyroxine على التيروكسين should increase the dose، مجرد انها تحمل لازم نزيد الجرعة مباشرة 25 لـ50% خلال الحمل. خلال الحمل بتزيد الجرعة غالبا 25 لـ50% ونبدأ بالزيادة مجرد انه يثبت انها حامل. طبعا اذا مريضة عندها Graves عندها فرط نشاط مثل ما قلنا البي تي يو في الفيرست تريمستر، بعدين نبدأ الميثيمازول. هاي عدة نقاط حول الهايبو بالحمل والهايبر. طبعا
طبعا appropriate management result in improved outcomes. كل ما نحن ساهمنا بأنه العلاج والتدبير بشكل عام يكون جيد، فنحن عم نحسن المحصول الحمل. Demonstrating the importance of proper diagnosis and treatment. كثير هذا بدلنا على أنه من الضروري أنه نحن نكون حريصين على أنه نشخص صح ونبدأ علاج بطريقة صحيحة. In women with hypothyroidism, levothyroxine is titrated to achieve a goal serum thyroid stimulating hormone TSH يعني less than 2.5. يعني احنا بنحاول نخليه 2.5 لكن المقبول up to 3، المقبول حتى 3. The preferred treatment for hyperthyroidism is NLRP2 with a goal of maintaining serum free thyroxine level in the upper one-third of the normal range. يعني the upper one-third، يعني الـ إذا قسمنا نسبة هرمون التيروكسين حسب الرينج حسب المختبر قسمناه ثلاث أقسام، فنحن لازم نخلي الـ FT4 بالثلث الأعلى، بالثلث الأعلى. تمام؟ يعني مثلا إذا عندك 15 أنت بتحاول تخليه هي بتكون 5 ب 5 ب 5، الثلث الأعلى هو 10، فأنت بدك تخليه دائما بالعشرة، بدك تخليه بالأعلى، يعني دائما بده يميل مش هايبر ولكن ما تخليه ينزل، خليه دائما قريب من الثلث الأعلى. طبعا احنا ما بتلاقينا بنركز كثير على الهايبر لأنه غالبا مثل ما برجع بقول لكم دائما الهايبر، على فكرة حتى الهايبر أنا ما بعرف بقية المشافي، حتى الهايبوثيرويدزم دائما بيبقى عندنا لما بتصير حامل بنحولها عند أخصائي الغدد لحساسية الوضع وضرورة المتابعة الحسيسي، ونتأكد لأنه بتصير فيه هون عندنا محصول حمل لازم يكون كتير دقيق الموضوع. طيب this increase in levothyroxine dosing were required as early as the fifth week of pregnancy in some patients which is before the first scheduled prenatal care visit. It's recommended that women on fixed doses of levothyroxine take 9 doses each week. 9 جرع بالأسبوع. أنا بتذكر كثير في صبايا إجوا سألوني إنه دكتورة شلون 9 الأيام هني 7، فكيف 9؟ 9 يعني مثلا إذا كانت المريضة عم تاخذ 25 ميكروغرام يوميا فأنت معناته عندك جرعتين زيادة 25 25 50، هدول ال 50 لازم تزيدهم على الأيام، لازم تزيدهم على الأيام، يعني ممكن يومين بالأسبوع تخليها تاخد 50 وبقية الأيام تاخد 25، هذا كحد أدنى، كحد أدنى. One extra dose on 2 days of the week instead of the usual 7 as soon as pregnancy confirmed. مجرد إنه يتشخص الحمل، مجرد إنه يتشخص الحمل. Repeat thyroid function test should be obtained 5 weeks after the increase of the dose. 5 أسابيع طبعا هذه غالبية المراجع بتقول لحتى يشتقلب التيروكسين ويعطينا رقم صحيح والتي اس اتش حتى يعطينا رقم صحيح 6 أسابيع، بعض المراجع بتقول من 4 إلى 6، فهون أخذوا الرقم الوسط اللي هو 5. The increase in thyroid hormone requirement lasts throughout pregnancy. يعني طالما نحن عم نحلل ونشوف في احتياج لازم نبقى عم نرفع. The Endocrine Society recommended screening. يعني إذا أجتك حامل ما عندها، يعني فقط قالتك أنا حامل، هل كل الحوامل لازم تطلب لهم TSH؟ هون عم بقولوا لا، فقط النساء اللي عندهم risk factor، اللي عندهم risk factor، اللي عندهم high risk of thyroid disease من نعمل لهم TSH، منضيف لهم TSH. في بعض الدول لا، نزلته بال الschedule تبعه. هون بالمملكة نحن عندنا بالمشفى نزلوه من أول ما كان، نحن أول كنا نتبع الـ WHO لحد معلوماتي إلى الآن WHO ما حطته كستاندرد، يعني إنه لازم TSH مع كل الحوامل، لكن الحقيقة إذا بتجي هون عندنا بالمملكة بالسعودية مثلا بتلاقي لازم بالفعل ينفرض، لأنه معظم عندنا كثير في عندنا نسبة السكر مرتفعة والأوتو أميون والثايرويد والجوستر بالعائلي،
بيطلبوه بشكل روتيني تقريبا معكم للحوامل. ايمت نحن بنطلب الثايرويد تيستينج ان بريجننسي؟ اذا كان هلا عندها هي بالاصل المريضه عندها مرض حالي، قصه مرضيه للاوتو اميون ثايرويد ديزيز، عندها جويتر، هيستوري اوف اوتو اميون ديسوردر، سكر، روماتويد، تعرضت الرقبه تبعها لاشعاع هاي دوز، بوست بارتوم ثايرويد ديسفانكشن، في عندها بحمل السابق صار عندها مشاكل في الغده الدرقيه، اضطراب بعد الولاده، في عندها من قبل ولد الطفل في عنده مشكله او مرض في الغده الدرقيه، المريضه تعالجت من قبل الهايبرثايرويدزم، او هي مريضه داء سكري النوع الاول. فهدول لازم نطلب لهم ال تي اس اتش. طيب هذا الجدول نفسه هلا حيمر معنا بعدين، بس هون يعني انا حطيته عشان تشوفوا الايفيدنس ريتنج، يعني السي الاي، تذكروا نحن حكينا لاحظوا هون تحت حاكي لكم ايش معنى اي، اي يعني كونستنت ثابت، جود كواليتي بيشنت اورينتد ايفيدنس، عاده قوه الدليل او البرهان بيبدا من اي باتجاه سي، من اي باتجاه سي. فهون ايش هي الاشياء اللي حنحللها، مين هن النساء لازم نعملهم تحليل، شو هو الحد اللي لازم توصل له تي اس اتش عند الحامل، كل كم لازم نعدلها، هاي كلياتها حاطينها عاملين عليها دراسات مطلعين منها ايفيدنس، بنلاحظ انه فيها من الاي اي سي سي سي. طيب تريتمنت اوف ثايرويد ديزيز ان بريجنسي، عندنا هايبر وعندنا هايبو. طبعا الهايبرثايرويدزم ميثيمازول طبعا بريفيرد ايجنت، لكن افتر الفيرست تريمستر، بعد الفيرست تريمستر من 10 ل 40 ملي جرام بشكل يومي. شو هو الجول تبعنا؟ تيروكسين بالابر وان ثيرد، قلنا لازم يكون في الثلث الاعلى. ميجرمنت اوف سيروم تي اس اتش هو اللي بنراقبه. الانتي بارتم تيستينج بعد حول الولاده اسبوعيا من الاسبوع 32 لل 34، تخيلوا بالبدايه نحن قلنا كل ست من 4 ل 6 شهور دائما تي اس اتش والاف تي 4، ولكن لما بتكون ما حول الولاده فبصير اسبوعيا بدهم يحللوا، لانه بخافوا من ارتفاع شديد او انخفاض شديد. البي تي يو من 100 ل 450 باليوم، غالبا بتكون مقسومه على جرعتين. هذه نحن قلنا هذا شغل غالبا الاستشاري. الهايبرثايرويدزم جرعه ممكن تكون من 100 ل 150، نحن بتذكروا حسبنا ال 1.5 في البدايه، الحامل بدنا نزيد له، سيروم تي اس اتش لازم يكون اقل من 2.5، الميجرمنت تبع تي اس اتش كل 4 ل 6 اسابيع، وقلنا الوسطي هو الخمسة حتى توصل 20 اسبوع اذا كانت هي مستقره، بعدين بنعد لها ال 24 ل 28 اسبوع، بعدين بنرجع بالعيد ب 32 ل 34 اسبوع. هون عم يعطونا الطريقة إن شلون نحسب الجرعة، ما مثل ما لما حسبنا على الوزن، إذا كان الـ TSH بين 5 و 10 بتبدأ 25 ل 50، إذا بين 10 ل 20 بتبدأ 50 ل 75، أو كيف إيش كيف بتزيدوا، يعني كيف بترفعوا، إذا كان TSH أكثر من 10 معناته بدك ترفعوا ل 75 ل 50 باليوم. Hyperthyroid woman who are taking a stable dosage of levothyroxine should be consulted to notify their physician and independently increase their medication by 2 additional doses per week. حكينا عليها انه مرتين بالاسبوع مجرد انه تغيب عليها الدوره او يكون في confirmation للحمل. Preconception counseling قبل الحمل جاي عم تعمل استشاره قبل ما تحمل مع مريضه معروفه انه hyperthyroidism should include discussion of available treatment and potential adverse effects
as well as the impact of future pregnancies. لازم تقعد المريضة ونشرح لها بالتفصيل شو هي عندها هايبر، شو حتاخذ بالثلث الأول، شو حتاخذ، كيف حيتحول بعدين الدواء للنوع الثاني، شو هي المشاكل لو ما أخذت، شو هي السايد إفكت تبع الأدوية. Standard treatment include long-term anti-thyroid medication. طبعاً radioactive iodine. نشرح لها كل شيء حتى بما فيه الاستئصال لازم هي تاخذها طبعاً لأن pre-conception لسه ما حملت، لازم تنحط بصورة كل الأدوية ممكن تاخذها. Potential adverse fatal effect of anti-thyroid medication include congenital abnormalities and neonatal hypothyroidism caused by transplacental transfer. يعني كمان لازم تعرف إنه الأدوية في إلى أثار جانبية على الجنين، ولكن الأكثر أمانا هو البيتيو. Also radioactive iodine ablation is not associated with long-term consequences. يعني المريضة مثلا إذا هي قالت بدها تأخذ أيودين، أو الطبيب الغدد ألا بدها تأخذ أيودين، هذا احتمال، فهي بتخاف على المستقبل، هل هذا الشيء حيأثر على الإنجاب عندها؟ عادة ما بيأثر على الإنجاب أبدا وما بيتأثر الإنجاب، ولكن يفضل أنه هي تحاول تعمل منع حمل حتى 6 أشهر بعد العلاج، حتى نتأكد أن الجسم خلى تماما، الخلايا ما عاد فيها أي نوع من أنواع اليود المشع اللي ممكن تأثر على الجنين، على بداية الحمل، على المضغة، على الجنين أبدا. 6 شهور ما بيسمحوا عادة للحامل أن تحمل، المرأة أن تحمل حتى يتأكدوا من خروج جسم من الأيودين المشع. The importance of achieving and maintaining a thyroid before conception should be emphasized because a significant increase in congenital malformation has been reported with hyperthyroidism. طبعا المريض لما بيكون في عنده hyperthyroidism لقوا انه في مشاكل خلقية بالأجنة، وطبعا نحن بنعرف انه بصير في حتى ممكن يسبب اجهاض، يسبب اجهاضات بالذات بالثلث الاول من الحمل. طيب معناته نحن هلا مبدئيا اللي نحن الرسائل اللي بدنا نحطها ببالنا انه المريضه عندها هايبو او هايبر، لازم الافضل انه هي نعمل لها كونسلنج قبل الحمل، وبالذات الهايبر، بالذات الهايبر حتى تعرف إيش، مثل ما قلنا إذا كانت عم تاخذ دواء تغير لدواء ثاني، حتى تعرف إنه هي لازم تتابع، لازم تحلل، لازم يشوفها استشاري الغدد، شو هي مشاكل الأدوية على الجنين، إذا هي بالأصل كان عندها هايبر لسه ما حملت وبدها تاخذ يود مشع شو تعمل، كلياتها لازم نحط ببالنا هي الأسئلة اللي ممكن تسألها المريضة. أنت طبيب الأسرة، أحيانا يا زملاء كثير بيكونوا صدقوني بيجوا عند استشاريين بيجوا لعنا بيسألونا أنا هيك قال الاستشاري شو رأيك، أحياناً بالذات إذا هي مريضتك وتثق فيك وتثق برأيك، ومشان هيك إحنا لازم حتى لو ما نتدخل بالعلاج مباشرة أو عادة بتكون الحامل تحت إشراف استشاري، لازم نحن يكون عنا المعلومات الكاملة. في حال ما كان عنا معلومات دقيقة أو واضحة أو محدثة ممكن نقرأ ونعطي موعد تاني للمريضة ونجاوبها حتى يكون عنا الأمان العلمي، لكن البيزك لازم يكون موجودة. إذا أنت بالفعل بدك تاخذ أيودين لازم ما تخافي، لكن بدك تبقي 6 شهور لحتى تحملي. إذا أنت عم تاخدي عندك فرط نشاط فانتبهي، لازم على الأغلب الاستشارة تبعك غير لك الدواء للبي تي يو بعدين يرجعك الأدوية إلى أثار جانبية، طبعا إلى أثار جانبية، ولكن إذا أنت ما أخذتي وكان عندك هايبر ممكن برضو تطلع مشاكل خلقية عند البيبي وممكن يصير إجهاضات، فأنت لازم تشرح له أنه في خيارات، خيار العلاج طبعا هو الخيار الأفضل. الهايبو أول ما تحمل بتعرف إنه هي حامل بالأسبوع الخامس، أول ما تأخر الدورة، أول ما تعمل تحليل الحمل مباشرة لازم نشوف في الجرعات اللي بتاخدها ونزيد لها بمقدار جرعتين، وبعدين نراقب 5 أسابيع أو كل 4 إلى 6 أسابيع ممكن نزيد حسب الطلب. لازم الـ TSH 2.5 ماكسيمم إلى 3. بالنسبة للهايبر لازم نخليه دائما بالثلث الأعلى، يعني يميلنا نحو الهايبر مو هايبر لكن أقرب في الثلث الأعلى، كمان هاي لازم نحطها ببالنا وننبه عليها مريضتنا.
كل أسبوع الأسابيع اللي لازم تتابع فيها، اللي لازم ترجع تعيد، كلياتها لازم نحط ببالنا. هاي الأمور جدا مهمة لطبيب الأسرة. الحمد لله الحامل ولدت بالسلامة ودخلنا بمرحلة البوست بارتوم ما بعد الولادة. ففي شيء نحن بنسميه بوست بارتوم ثايرويد ديسفانكشن، اضطراب الغدة الدرقية ما بعد الولادة. The most common cause of postpartum thyroid dysfunction is postpartum thyroiditis. أحيانا بيكون مريضة ما في شيء، لكن بعد الولادة احنا شفناها كثير، بصير في عندها التهاب بالغدة الدرقية، التهاب بالغدة الدرقية. Postpartum thyroiditis is defined as an abnormal TSH level within the first 12 months. تخيلوا أول 12 شهر يعني سنة. Postpartum خلال 12 شهر اللي بيتبعوا الولادة. لكن في حال غياب توكسيك ثايرويد نوديول ما في عقدة اور ثيروتوكسين ريسبتور انتيبادي، ما في الانتيبادي ما انا نيجاتيف، يعني مريضة عملنا لها أشعة ما في عندها نوديول وما في انتيبادي بالجسم، ما في اوتو اميون، ما في انتيبادي، ولكن المريضة في عندها التهاب بالغدة الدرقية، التهاب الغدة الدرقية postpartum thyroiditis. هنا بنقول postpartum thyroiditis إذا صار عندنا خلال 12 شهر، لسه البيبي تحت السنة صار عنده التهاب الغدة الدرقية، ما في antibody، ما في عقدة، وقتها بنسميه postpartum. clinical symptoms can mimic the typical fatigue following delivery as well as postpartum depression and Graves disease. A thorough assessment is required to differentiate this condition. مجرد المريضة تشكي بعد الولادة من تعب شديد اكتئاب، ما بس نقول انه والله يمكن تعب من الولادة، تعب من الحمل، فقر دم الى اخره، لازم نحن نضيف الـ TSH ونضيف الـ FT4 حتى نميز. لازم نميز هل هي هايبر ولا هايبو، لانه الثايرويدايتس غالبا بتبدا هايبر بعدين تنتقل لهايبو، يعني زي بصير في اقفار، يعني يفرز الاف تي 4 بعدين بصير هايبر. هلا راديو اكتيف ايودين ابتيك سكان كان هيلب ديستينجويش بوست بارتوم ثايرويدايتس فروم جريف ديزيز. احنا قلنا بصير زياده افراز يعني فرط نشاط، حتى نقدر نميزها عن الجريف ديزيز بدنا نعمل أشعة، but is contraindicated in breastfeeding women. هاي كمان عنا إياها مشكلة، في عنا فرط نشاط هايبر نميزها عن جريفز بعد الولادة، نميزها عن جريف ديزيز، فبدنا نعمل لها أشعة باليود المشع، لكن هون إذا كانت عم ترضع ما بنقدر نعمل، بدنا نكتفي بالـ TSH FT4 ونشوف إذا هي هايبر بدنا تحتاج علاج أو لا، كمان هذا اللي بقرر هو طبيب استشاري الغدد. طيب 25% من المرضى بتجي بهايبرثيروديزم، 25% بالمرضى هايبرثيروديزم followed by hypothyroidism and then recovery. كم طور؟ ثلاث أطوار. 25% بيمشي منهم بيمروا بهي الثلاث أطوار، ربع النساء بصير عندها هايبر بعدين بصير عندها هايبو بعدين بتصير الحمد لله سواء درقي بترجع وضع طبيعي. 43% بتجي بهايبو و 32% بتجي هايبر فقط، يعني في بعضهم ما بيمر بالأطوار الثلاثة، أقل من نص بشوي بتصير هايبو، مشان هيك قلنا الهايبو أكثر. الثلث تقريبا بتجي بهايبر والربع بتمر بالأطوار الثلاثة. Because the hyperthyroid phase of postpartum thyroiditis is caused by autoimmune destruction of the thyroid resulting in release of stored thyroid hormone, anti-thyroid medication are not typically beneficial and the treatment is generally symptomatic using peripheral beta antagonist. يعني انه بهالحاله تخيلوا انه هم عم يقولوا طبعا بهالحاله المشكله هي بتكون مشكله انه بسبب مناعي بتتدمر او بتتخرب
قسم كبير من خلايا الغده الدرقيه بتؤدي الى افراز كميه كبيره من التيروكسين، فبتصير في اف تي يعني بصير عندنا هايبر بسبب زياده افراز الاف تي 4. هون بهالحالة ما بتفيد الأدوية، ما بتفيد الأدوية لأنه المشكلة هون مناعية، ما المشكلة موجودة بالغدة نفسها أو بخلايا الغدة نفسها. تمام؟ صحيح هون المشكلة مناعية، بس انتبهوا ما في عنا الأضداد المناعية اللي نلاقيها عادة بالأمراض المناعية الأخرى، لأنه هاي بس بوستبارتوم، بس بوستبارتوم، كأنه هي ما إلى أثر مناعي في الدم. هاي النوع من المرض الذي يصيب الغدة الدرقية بعد الولادة. postpartum thyroid dysfunction differentiates of the hyper thyroid phases of postpartum thyroiditis from Graves disease is important because Graves disease requires anti-thyroid therapy. نحن قلنا بميزوا بيناتهم عن طريق السكان الأشعة الصورة المشعة، نعطي أيودين مشع ونصور، ولكن مثل ما قلنا انه هذا الايودين ما بنقدر نستخدمه اذا كانت السيده بتربع، فهون بيدخلوا بديلما، نترك لهم هم يحلوها ان شاء الله. طيب in contrast postpartum hypothyroidism should be treated with levothyroxine in women who are symptomatic or breastfeeding or who wish to become pregnant and may require lifetime supplement. نحن قلنا انه عاده ما بيتعالج لانه هي عباره عن اوتو اميون. المراه عندها بريست فيدينج وعندها مشكله مثلا عندها هايبو، ما نقدر نعمل لها اشعه لنتاكد، فلا باس انه هي تاخده. وعم بيقولوا لنا انه ممكن هي تضطر تاخذ الادويه سواء التيروكسين او حتى البي تي يو الميثيمازول، ممكن تبقى تاخذها مدى الحياه او اذا كانت حابه تحمل مره ثانيه. يعني كانه المريضه ممكن تنتقل للمشكله المزمنه. نحن قلنا انه بس 25% بتمر بالاطوار الثلاثه وبترجع للريكفري، ولكن في عندنا نسبه لا باس فيها ممكن تبقى هايبر او تبقى هايبر. Women with a history of type 1 diabetes and women with thyroglobulin or thyroperoxidase antibody are at increased risk of postpartum thyroiditis. يعني النساء اللي عندهم السكري النوع الأول أو اللي عندهم إيجابية بالأنتيبادي أو بالثيروغلوبولين، هذول في عندهم خطورة إنه يدخلوا بثيروديتس اللي هو postpartum. Asymptomatic women should be screened at 3 and 6 months postpartum using serum TSH measurement. يعني أنت عندك سيدة مريضة سكر أو عندها ثيروغلوبولين positive بالدم أو الثيروبيروكسيديز بوزيتيف، فيفضل أنت حتى لو ما كان عندها أي أعراض 3 شهور و6 شهور بعد الولادة أنك تعمل أنت التي إس إتش عشان لو عندها مشكلة تكتشفها. Additionally, women with a history of postpartum thyroiditis are at risk of permanent hypothyroidism and should be screened annually thereafter. امرأة عندها التهاب عندها صار معها بعد الولادة التهاب الغدة الدرقية، حتى لو هي رجعت سوية لكن هي ممكن تصير في عندها خطورة انه هي يصير عندها هايبرثيرويدزم، فيفضل انك انت تطلب منها انه هي كل سنة تعيد تحليل تي اس اتش. شكرا كثير، يعطيكم العافية، اتمنى ان تكون المعلومات يعني قدرت اوصلها بطريقة سلسة وواضحة.